حزب الفجر الجديد يلتحق بركب الأحزاب السياسية التي أجمعت على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار، فلا بديل عن الحوار لحل الأزمة السياسية للبلد. فإذا رفضنا الحوار مع هيئة الوساطة والحوار، فمع من نتحاور؟ يقول رئيس الحزب. وما حد ما صنفناش من لجنة الحوار كيف تكون، احنا رانا مستجبين مع وثيقة عين بنيان وجبدوها وطلعوا واش فيها، طالبين الحوار. انا اي واحد يطلب الحوار نتحاوروا، ما شفتش علاش الاسباب باش ما يقبلوش الحوار. فيما تنتظر انت شكون يجيك المهدي المنتظر باش تحاور معه؟ هادو جزائريين وشخصيه جزائريه واطارات. كي تقول لي ما تحاورش انا نقول واش البديل؟ احنا ما طلبناش عليهم مواصفات تاع لجنه الحوار، احنا طلبنا بلجنه حوار باش نتقدم الامام نصور رئاسيات. حوار تسبق انتخابات الرئاسيه في اقرب الاجال لحماية الجزائر من الأخطار التي تحدق بها داخليا وخارجيا إذا ما طال أمد الأزمة. يركز عملنا وكل اقتراحاتنا حول كيفية الوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، ويجب أن لا نتكلم في الفترة ما بعد الرئيس. ولهذا احنا كذلك بدورنا ندعو كل الجزائريين والجزائريات، خاصة ممثلي، لا أقول ممثلي، يعني ناشطي الحراك الوطني، بأن يعوا بالظرف اللي تمر به البلاد، لأننا مش ممكن أبدا نبقى دائما في وضعية فراغ. نحن في وضعية فراغ، الدولة ما عندهاش رئيس جمهورية، تبقى دائما مهددة. تتسارع الأحداث وتتغير المعطيات في الساحة السياسية، إلا أنها تجتمع فوق طاولة الحوار، حوار الجميع لتغليب مصلحة الجزائر قبل كل شيء.